كما حمل الثلاثون من حزيران مرسي وجماعته إلى هرم السلطة، آل اليوم ذاته على نفسه إلا أن يسقط هذا المتسلط شعبيا من على رأس الهرم ومن صفحات تاريخه. تمرد الميدان وأهله وأهرامه ونيله على من قتل أبناء الميدان وصلب بعصاب فكره حضارة الأهرام، ومن أشاح بوجهه عن التهديد الوجودي بقطع الأحباش للنيل مفرغا نفسه لمواجهة هؤلاء. تزاحم أبناء مصر إلى شوارعها رافعين البطاقات الحمراء على من رفعت جماعته السلاح على الأبرياء. ملايين المصريين خرجوا إلى الميادين المصرية ليحرروها من العمائم الإخوانية رافعين شعارات إسقاط حكم الإخوان في مشهد تجاوز بأعداده يوم إسقاط مبارك. فهذا كان الميدان، وهكذا الصورة على اتساع المشهد في المحافظات المصرية كافة. غير أن لمرسي وأخوانه صورا أخرى ومشاهد أخرى تحاكي فكرها الأخوانية المتشدد والمتعصب لكل من يخالفها، فلم ينجو المتظاهرون من هروات قوات مرسي وسياط بلطجيته واندساس جماعته. ارتجت الميادين المصرية تحت أقدام المتظاهرين، فارتجت عروش حكام الإخوان وسادتهم في تل أبيب وقصر يلدز العثماني إلى البيت الأبيض الأمريكي. تعجل الرجل الاستبداد، فعجل بذلك غضبة الشعب عليه، ووحد المعارضة المتنوعة الاتجاهات تحت لواء النفور من سياسته. فكان عامه في السلطة دليل الإدانة على سوء الخيار والنوايا ومهماز الدفع باتجاه الصراخ بصوت واحد.